اهلا بيكم وحلقة جديدة وسر جديد من اسرار ايح. النهاردة حلقتنا عن جزء دايما بيكمل الفول او دايما بيبقى جنب الفول ودايما لصيق بيه ودايما بنلاقيه برضو وما بيخلاش منه سحور رمضان. حلقتنا النهاردة عن الطعمية. الطعمية حصل عليها خلاف كتير قوي وكل واحد يقول احنا اللي اخترعنا الطعمية، لكن الطعمية في الاساس بترجع للعصور القديمة اللي هي من ايام الفراعنة، فهي مصرية الأصل وأول من أقبل عليها هم الفراعنة. الصورة الأولى للطعمية ظهرت على نقوش وادي الملوك، وكمان طريقة دش الفول وطريقة تحمير الطعمية. لكن في العصور الحديثة بدأوا يطوروا الطعمية وبدأت ان هم يضيفوا ليها حاجات جديدة وحبشت كانت بتاعة المصريين، طبعا عشان المصريين دايما هما اساس الاختراعات، فبقوا يضيفوا عليها البيض وشويه يضيفوا عليها الطماطم وشويه تاني يحشوها بالشطه، وكل الاضافات دي بتدي ليها مذاق ممتع وجميل بيخلي كل الشعوب وكل الناس دايما مستمتعه باكل الطعميه. لكن حصل خلاف كبير قوي بين مصر ولبنان وفلسطين واليمن والعراق، كل واحد فيهم شايف ان هو اللي اخترع الطعميه. أتاري الطعمية دي مش سهلة وكل الناس بتتخانق عليها، إنما بقى السوريين دول قصة تانية خالص، هم شايفين إن الطعمية دي أكلة شامية 100% وعمرها أكتر من 4000 سنة، لا وكمان شايفين إن أصل الطعمية الحمص والخضروات مش الفول. لكن الأقباط بقى يسكتوا، لا جينا في القرون الأولى لدخول المسيحية قاموا الأقباط راحوا مرجعين تاني الطعمية وسموها أقراص الفراعنة واعتبروها غذاء بديل للحوم لانه غذاء نباتي، وهم طبعا بيبقى ده مناسب ليهم جدا ايام الصيام. والاقباط كمان سموها فلافل، ودي كلمة قبطية معناها ذات الفول الكثير، وده يأكد ان الطعمية او الفلافل اصلها مصري 100% وان هي بتعتمد على الفول مش على الحمص زي ما الشوام بيعملوها. جت الأمم المتحدة سنة 2006 وأطلقت على العام ده إن هو عام البقوليات. لقوا مش بس كده، الاتحاد القومي عمل يوم للبقوليات في لندن وجمع فيه كل الناس من جميع أنحاء العالم اللي بيعملوا الطعمية. فهنا بقى في المهرجان ده شهد المؤرخون الغذائيون إن الطعمية أصلها مصري 100% وإن المصريين هم ملوكها، واثبتوا ان الاقباط لما رجعوا الطعميه هم رجعوا ورثهم الثقافي من الفراعنه واكلوا الطعميه. وهنا ننهي حلقتنا بان الفول والطعميه اكلات مصريه 100%، ومهما اتدخلت اي دوله ان هي تثبت عكس كده فالتاريخ بتاعنا بيقول ان الطعميه او الفلافل هي اكله مصريه اخترعها المصريين من ايام الفراعنه 100%. استنوني في حلقه جديده وسر جديد من اسرار اياحه، وما تنسوش اللايك والشير ورايكم في الكومنتات، ولو محتاجين نتكلم عن سر معين من اسرار التراث الرمضاني قولولي في الكومنتات.